احتضنت حلبة سرب بطولة الكويت للكارتينج والتي ينظمها نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات، وشهدت المنافسات إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات وسط أجواء مليئة بالحماس. احنا اليوم تعتبر البطولة الأولى للكارتينج في جميع فئاتها بالتعاون مع حلبة سرب ومتحف السيارات، الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأيضا وزارة الشباب. إن هذه الرياضة المحببة يعني مو جديدة، ولكن يعني موجودة من أكثر من 10 سنوات، ولكن احنا عملنا العام كذا بطولة، وهالسنة إن شاء الله راح نكون 5 بطولات بالتنسيق مع الجهات اللي ذكرتها. وطبعا هي لاستقطاب الشباب بدون رسوم، منو عنده ولد عنده بنت وهو بنفسه يحب انه يطلع طاقاته بالنسبة هذه الرياضة، خصوصا ان هذه رياضة دولية. نظام السباق عندنا هي الكواليفاين او النظام التأهيلي حق كل مجموعة الجروب بالفئات، ومن بعدها راح ناخذ اسرع 10 ندخلهم الريس النهائي او السباق النهائي. بشكل عام احنا داشين جاي فينا عندنا ممثل من الاتحاد الدولي ويانا. انا عرفتها من انستغرام، شفتهم حاطين اعلان عن البطولات، وجيت هني على يوم كان في بطوله وعجبني صراحه وشاركت بهالبطوله. التنظيم وايد حلو مرتب وما في اي تاخير او اي يعني زحمه. انا مشاركه فئه البنات فوق 16. طموحي لا ان شاء الله، شوف اليوم شوف وضعي، استمريت نجحت ان شاء الله بكمل. تعلمنا ريس كارتينج من ابوي، كنا بريطانيا والمدرب البريطاني علمنا الفلاجز، هذا كان أول مرة كنت أروح الريس كار.